عسلامة مدام. عسلامة بنتي الغالي، مرحبا بيك. عايشك طول عمرك يا ماما. خلينا نتعرفوا عليك. انا من ريانة، وسكنت في دوار هشي. عطيني دار 26 الرئيس الله يرحمه. مرينا فرحة فيها. نقلت من ريانة. علاش؟ معيش اولادي ناقصين، اولادي تاذا بوهم ميت، وانا لا عندي شهرية ولا عندي حتى شيء، ما عندي كان وجه ربي. قد عمراتهم؟ اولادي واحدة حرق للتالي، اروح مسكينة هبطوا على ديال الحاكم ما ثم حتى شيء. الاخر عمره 47 سنة، مريض في حالة، يمشي بالدويات يرقد بالدويات، نمشي للوالد عمل ترخصة باش يعطيها لي يعطي فيها وجوا. معناها كبار اولادك مدام؟ اي ما عند بطالة. اعطيني حتى انا نعم نخرج شيريني انا، اعطيني رخصي يا ولدي نخدم بها كما الناس الكل. رخصة نتاع الدخان عملتها 3 سنين تويك ما خذيتهاش. وافقولك عليها؟ تو تعدى من مرجده، تتعدى للمعتمدين، المعتمدين تعدى الولايه، يتمنوا فيا غدوه في بعد غدوه غدوه في بعد غدوه، يعطينا 30,000 بعد شهرين، 30,000 كي نرجع يقول لي يا اخي 30,000 كملتهم، ناخذ زوان تاع صابر انا. يا ولدي بسام قيس سعيد، قلت ربي كل شيء يتبدل، قلت ربي شدنا في رئيسنا. من وقتاش يعدوا فيك برخص الدخان؟ تو 3 سنين. هاك قبل العيد قال لي الكاتب العام تجي نهار 26 تهزي رخصتك ما ثمش منها. مشيت الوالي قال لي بقدره ربي نهار واحد في شهر ما ثمش منها. مشيت غاديك وين دار العصص غاديك يعني وين ترفعينا كليت التريحه غاديك من الحاكم اللي ضربنا على قلبي، دارت عليه الدوخه قبل العيد بنهارين، دخلت في الكاميونه صبوا علي طرف ماء، روحت روحي تحيت لربي لله في سبيل الله. مرنا حتى فرحه. يعني بيحب ولادي يمشي يصرخوا، حب ولادي يمشي يعملوا براكاجات، حب ولادي يمشي للتاري يتحرقوا لي يموتوا، ما عندي حدني لا خو لا ام لا بو لا عندي حد، كان ربي وليداتي هذاك. عندك ولاد ما عندكش بنات؟ ما عنديش بنات، ما عندي كان وجه ربي، اعطيها لي، قلت يا سيدي اعطيها لي، انا عام بركه صحها لك عليها، عام بركه، نخدم بها وكي يجيك بعد العام بزقني على وجهي ما يجيكش بكل، اعطيني حتى طريف خضر لوليداتي، طريف غلي لوليداتي يخدموا بها، مشيت قيس سعيد اعطاني وراق قيس سعيد اعطيني المكتب الغريب، 5 جوابات عملت من قيس سعيد، وما ريت حتى فرحه. اعطيني الزرق قاعدتي من الوالي، ما خافش ياخذوهم من عندي يعطوهم للوالي، ما عرفناش كيفاش، ما عرفناش حتى شيء، ما عرفنا. شديت نهار ولا مش نبت نروح هني، قولي بري مشي احرقي روحك، بري مشي روحك، مش نمشي تراه، انا مازال العمر راه. من وقتاش يعدوا فيك برخص الدخان؟ يعدوا فيا تو اقول لك فوق من العام يعودوا فيا، 3 سنين تو عندها، تو غدوه بعد غدوه، مشيت كاتبه هذه واحده اسمها بسمه، قالت لي يا خاتم انا تعدى دوسيك، ويعمل عليه ما كل اللحظه، تعدى دوسيك، بصها مكتفى، ندق 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 البيبان حتى واحد ما جاوبني، حتى واحد ما تلفت لي، عليها كم مقهورين، عليها بقدرة ربي، قلت راهو عندنا رئيس راهو باهي، رئيسنا راهو باهي، يخزن الكبار، راهو مش صغيرة راني، نشوف ما نلحق، عاملة عملية، كنت في السبيطار في وزارة 3 شهور هكذا في السبيطار، حوالي 5 3 ما كرشي، يعني بيك ربي، خير تو نمشي الولاية، يهزوني مراري ولا زيد يكبوا لي ساعدي. لطف عليك. وهكني. قلت ربي عايش بنتي، ان شاء الله يوصل كلامي، ان شاء الله يروح كلامي، ان شاء الله ربي يخزرنا بعين الرحمه، ما اقول لك حتى شيء بنتي. قصدي ربي بيبان ربي كله، ان شاء الله ربي يحل في وجوهنا، ولا ينحي بلادنا، ولا ينحي العلم الاحمر تاع تونس، ولا ينحي، قدرة ربي، ربي قدرة ربي، مرة قلت لك يعطوك في عينها غاديك، بحضان النهضة غاديك، ساكنة بحضان النهضة كاري غاديك، كي مشيت قالوا لي احنا شركة في المعتمدية احنا والنهضة، مشيت لها هبطت معايا باش يعطوني جراية طرف منه ومنه، بعد كي جات قالت بعد جمعة، جات قالت لي تصحي لي هني، تصوتي لنا ونعطي 50 دينار، بيع بلادك على 50 دينار. ما جبتش شورت ماتو 50 دينار، نبيع ولادي على 50 دينار، كيفاش تجي منها هذيا؟ اخي تعطوني حاجة ما لها معنى، حابة تسحرك على 50 دينار، راه قدام ربي يطلبوني ونطلبهم قدام ربي، وهذا كما نقول لأختي، إن شاء الله ربي يسهل لنا في مصيب بنتي الغالي، هذا كما نقول لك بنتي، إن شاء الله تسحنا دموعات. معناها مدام ولادك 3 قاعدين في الدار؟ في الدار قاعدين، لا عندهم وسخة لا عندهم شيء. يا أمي كنت تقولي أنا لابس علي، أعطيني الرئيس الدار غاديك تحت من الكريم، أنا قال هم غاديك. يعطوا الجيران يعطي الباندي وجهه مضروب يعطوه لبس الكوير يعطوه القبيحه يعطوها نمشي نكبي في الولايه ونروح قولوا لي فما برشا مدام عبيد راهو كيفك متعطلين معناها باش ياخذوا رخص الدخان اعطينا يا ولدي احكم علي بتحكم علي انت اعطيني وقد بها روحي ما قدتش بها روحي كي تجيك الولايه قولي ما عادش حب الريم منظرك بكل انا مش خدمة كاري حانوت ب 150,000 تمشي علي تو قداش من عام يمشي علي هذاك اش قال لي؟ قال لي كيما كني كاري حانوت راه بتحكي 150 دينار في الشهر ما كانش يمشي بك الحاكم نربطك في الحبس ما قلت حتى حل قيس سعيد ماذا بيه راه وجي لي انا 3 4 مرات وما حضرتش يجي هيك يطلع من ما حضرت لو روح بقدر ربي ما خلينيش ربي قلت ربي يسمع لولي ويسمع لمرأة كبيرة ويمد يد المعاهد معاه يا بنتي ما لقيتش حتى بلاصة بنتي هذاك نقول انت اللي هي بولادك انت نعم اخي لا بولادي نكتب بلاستيك رانا نكتب خبز رانا يعني بينا ربي عليه هكا نعملوا ظلم لواحنا
وربي يسهل لنا ما هو صعيب منه، وربي يعينكم وربي معاكم ان شاء الله. مدام وليدك ماهوش معرسينا؟ لا مش معرسين، اخي 47 ومريت في حاله، مش يلوج على مراه، ما يعرفش خبزه الا ملمه، يلوج على عروسه، يعلم به كرب هذا كم نقول بنتي طيب. وربي يعينكم. دونك طلبيتك اليوم هي الرخصه؟ رخصه يعطيني رخصه، الشيخ روح الوالي. الشيخ روح الوالي، الوالي مش خايب خايب راهو، ما خلونا ندخلونا بعد عام عامين بالسيف. عندي قريب 27 سنه في البلاصه اللي نسكن فيها، قابلته مرتين برك، مره هبطنا لوطه مره طلعت فوق، اكهو اكهو بنتي. كي يهدي ربي الوالي قلت ربي يجي في يدي. هذا كم الحبة بنتي غالي، هذا كم الحب بنتي. يعطيني واعطيني ناكلوا باقي ما خبز. انت الحانوت هذه اللي كريتها قاعده تخدم فيها؟ مش نخدم فيها، باش نخدم فيها؟ كي ناخذ الرخصه نخدم فيها. اه انت حضرتها. كنت الملف كيتعدل، الملف كيتعدل، لازم نحط فيها اللي عندي حانوت راني الرخصه هذيك باش تعدل لي الرخصه، كي مثلا ماش عندي. شروط اخذ الرخصه هذه. هذيك هي بنتي. بجاه ربي، بجاه ربي، بجاه ربي، بجاه ربي، بجاه ربي. وربي بين بيناتنا. مين مدام قدرة ربي صوتك يوصل معنا؟ ان شاء الله، ان شاء الله يعنيكم على من يعاديكم. قلت ربي بدانا لاباس رانا احنا لاباس. يبعد علينا الظلام ولا الدحراء، ما نقول لك حتى كلمة. شنو مدام كيفاش قاعدة توفر معناها في احتياجاتك هكا اليومية وباش تصرف على أولادك؟ كان عندنا خبزة ناكلوها ما عندناش لينا ربي. هما ما لقاوش خدمة جملة؟ شيء شيء، عندي شكون يحب المرمى ما ثماش. يعني ولدي من مرة مشي يسلف ركوب ماشي للشرقية مش يخدم المرمى غاديك. كي يجي مشى ولدي من هنا من كار الكار قال لها جبت ولد أختي يخدم معايا المرمى. وين يمشي وين يمشي؟ يمشي يسرق، يمشي يخطف، يمشي يعمل يدخل في فساد آخر. كيفاش؟ الحمد لله ربي صالحين ولادي ربي، صالحين ولادي ربي. تبدا علي وين هملت ومشيت انا يعني مكان ربي راه، انا في العمر هذا مش خدم الديار، في العمر هذا مش خدم الديار، ما حبش فيه ربي راه، اخذنا بعين الرحمه، اعطيني واحكم علي تحب انت احكم علي، ولادك من وين سوا؟ ولادك قال شو معك الولايه وشو معك المعتمدين، اجري انت يما، ما عندناش وجوه باش نقابلوا العباد، خلينا قاعدين في دارنا، كان جبنا خبزك لنا ما جبناش خبز اخواتي لنا ربي، كو ما نقول لك انت هذاك هو. صوتك اليوم لشكون موجه مدام؟ قيس سعيد، يعني على من يعني؟ تقول الرئيس الجمهوري. يا ربي قيس سعيد لا ينحيه ولا يمرضه ولا يحوجه بجاه وليداتك بجاه عويناتك يا قيس سعيد ما صدحوش في شارع هكا ما صدحوش في بلاصه هكا تحيلي لو كان تقابله لو كان تقابله شنو تحب تقول له؟ يا ربي نقول له ما عمولك الربي يا سيدي ما عمولك الربي ما عمولك الربي خذنا بعين الرحمه خذنا بعين الرحمه رانا في حاله رانا مش شويات لا روسيف ولا رشتي ولا هم رانا ما عينك اطعوا لي قلت لهم شوفوا الدار بتاعي اطعوا لي شوفوا الدار بتاعي كاني عندي صحه ما عنديش شيء ولا فلوس. مدام بالنسبه للعبيد اللي تنجم تتفاعل معاك والا كان فما مسؤولين معناها يقفوا معاك في الموضوع هذايا رقم الهاتف نتاعك 24 338 0 69. نعاودوه 24 338 0 69.